وببرودة الدم، لأنه كان متمكن بأنه غيسجل هدف من خلال الإعادة، فهو مول الحارس وعطاه في الجهة المعاكسة ديال الحارس وسجل هدف أونتولوجي. وحتى الدفاع ديال الشباب قصبة تادلا يعني كان ما كانش واقف بشكل جيد ومضي بطريقه يعني كيف طريقه مركزه، وفيها برودة الدم، فيها برودة الدم، فهو ملي خدا في لو ريسك باش يمشي للامام فما كانش متاكد، ولكن الفريق ديال قصبة تادلا عطاوه هديه لم يرفضها. وبتركيز كبير اللمطي يسجل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، وانذار للاعب سعد اللمطي فريق الرجاء. لاحظ التمويه هنايا ملي خدا لو ريسك ما كانش متاكد، ولكن شو التمويه كونتر بي عطاها للحارس. يعني هذا كيف قلت ربح كبير لفريق الرجاء. لاحظ من هنا غتبان، من هنا غتبان حتى كيف سجل، كانت برودة الدم وموه للحارس.